الخبر الاول اللي عدنا عن امير الحسين وهل تسوي اشياء على مود ترجع لمحمد. في ما يعرف يا حبايبي انه سبب الخلاف المتوقع بين محمد كريم واميره انه محمد كريم نوعا ما يغار على اميره واميره نوعا ما تلبس لبس قصير ومن هذا الكلام. وهذا الشيء الاغلب لاحظه بالستوريات اللي كان نزلها من شان يصير خلاف بينه وبين اميره محمد. في اليوم يا حبايب اميره نزلت على حسبها بالانستغرام شو ستوريات بهذه الستوريات كنت تقول بيها انه هي كرهت كل شيء المكياج وصارت ما تحط هذا المكياج لا على صورها ولا على شيء. هذا اللي خلى انه وايد من المتابعين صاروا يتوقعون انه هي سوت كل هذا الشيء على مود ترجع لمحمد كريم وتبين لانه هي تغيرت. راح تكون الستوريات يا حبايب شوفوها جايز. نزلت لكم صور جديده وكلامكم صح على فكره كلياتكم عم تقولوا اميره كانه ما عاد تحط الميك اب كانه صرت تنزل صورك والتيك توك واليوتيوب وكل شيء بلا ميك اب. الصراحه انا كرهان الميك اب. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. ننتقل حاليا لاحمد ابو الرب وكشف الحقيقه انه انس الشايب تهدد من راشد. فنزل شويه ستوريات صار يقول بها انه انس الشايب تعرض له هواي من التهديد كلش قوي وصار يحكي هواي الدلائل من عنده. وصراحه انا حسب ما اتوقع انه انس الشايب هو اللي طلب من احمد انه يطلع يقول هذا الكلام. عم يوضح للمتابعين انه هو تعرض للتهديد لما طلع اعتذر بالستوريات مالته. شوفوا الستوريات. اوكي ستوري انس الشايب هو بيعتذر نزله قبل امبارح يمكن ونزل لمدة ساعتين بعدين لغاء اشي زي هيك. كثير عم تبعتوا لي تسألوني احمد شو عم بصير ليش هيك عم بصير. شوفوا انا لا ادري ما سألت انس ما بعرف بس الواضح ومن تصرفاته يعني انس كان نفس يوم الملاكمة كان يحكي انه هو مظلوم. في اليوم اللي بعده كان يحكي انه مظلوم. اليوم اللي بعده كان يحكي انه مظلوم. ضل مستمر على نفس الرأي بعدين فجأة نزل اعتذار. اللي صار غالبا انه تم تهديده تهديد كثير قوي من لجنة التحكيم. ما بعرف شو التهديد ما بعرف ايش صار بس واضح يعني الواضح انه هو محطوط في وضع كثير صعب والله اعلم شو نوع الورق اللي هم وقعوا مع تبعوا الملاكم هدول الشركة ما بعرف شو هم اسم مسكين عليه. نروح هسا نحكي شوي عن المنظمين للملاكمة. انتوا جماعة مش مزبوطين صراحة انه فوق ما انتو قدام كل الناس انت عامل ايفنت على مستوى العالم العربي قدام كل الناس وبكل وقاحة عطيت نتيجة مش عادلة. بعدين الشخص هاد اللي هو انس اتضايق راح قاعد يحكي عن الموضوع الناس صارت توقف معاه. تروحوا تهددوه او اشي وتخلوه يطلع يعتذر. شو الاشي اللي هددوه فيه شو الاشي اللي خلوه مش عارف شو عملوا ما بعرف بس أم الظلم اللي قاعد بصير يعني أنا ما برضى حتى على أعدائي هذا الإشي اللي قاعد بصير. بس فاكتبنا حباب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. هل أنس مهدد أو لا؟ ننتقل حاليا نوح اللي هو ابن أنس وأصالة بوصول حسابه بالإنستغرام للمليون متابع. فإن شاء الله ألف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حباب نتبارك له بالكومنتات على هذا الإنجاز. وللتنويه بس إنه نوح عمره تقريبا أقل من سنة. ننتقل حاليا نورمار ومريم. فنور نزل شوية ستوريات على حسابه بالإنستغرام. هذه الستوريات كان يعلم من خلالها إنه أول شيء هم راح ينزلون مقطع أسئلة ويا بعض وبنفس الوقت يا حباب هو سوى مقلب بمريم. راطكم الستوريات شوفوها. بعد الخير انا ومين هاي مريم اسالونا راح نجاوب على اسئلتكم جوات فيديو جوات فكره فيديو تانية يعني ثلاث افكار فيديو في فيديو واحد راح ينزل يوم السبت فاسالونا هون هنا يا جماعه عملنا لكم مقلب بمين يا جماعه عملت فيها مقلب خليتها تبكي بس جبت العصر طيب يوم السبت خليكم. بالاضافه لنورمار يا حبايب هو التقى ويا بيكي وبيكي هي يوتيوبر تونسي عندها قناه باليوتيوب تقريبا بها 800,000 متابع. واللي من واضح يا حبايب انه راح يصيروا يصورون ويا بعض ويسوون مقاطع كلش خرافيه ورهيبه وناريه. راح تكون الستوريات مالتهم شوفوها. يا جماعه حاليا انا مع مين؟ بيكي كيفك؟ اهلين احكي لي كلمه بالتونسي. بصراحة حبابنا وصلت المقطع اتمنى تعجبكم. فجروا هذا المقطع باللايكات وبس كانكم فايزين من قناة مملكة القصص ومع السلامة.